الفترة الأخيرة، هو ليه الأهلي بياخد الدوري ومش بياخد الكاس؟ الخطأ في بطولة كاس مصر طبيعته مختلفة تماما عن الخطأ في بطولة الدوري اللي فيها فرصة للتعويض. مباراة الكاس وان شوت خلاص، الغلطة فيها بفورة زي ما بنتكلم. عشان كده هنحب نعرفكم ليه النادي الأهلي ما كانش بياخد كاس مصر، عشان الناس ما تقولش هو بس السبب التحكيم. على فكرة احنا ما بنتعاملش من الفلسفة دي خالص، في أسباب فنية، في أسباب لها علاقة بالتحكيم، في أسباب لها علاقة بغياب الجمهور في الموسم اللي كان فيها غياب الجمهور، بس لازم في كل بند لما نيجي نتكلم فيه ياخد حقه. عشان كده أي تفريط في أي بند احنا بنفرط في حقه. هنيجي لبطولة كاس مصر، البطولة الأخيرة اللي خدها نادي الزمالك، نقدر نستعرض في دور ال 32 فريق منية سمنود اللي فاز عليه نادي الزمالك بصعوبة 1-0، وهو ليه ضرب الجزاء واضحة جدا لم تحتسب. وانت متخيل فريق زي منية سمنود بامكانياته الضعيفة لما يكون ليه ضرب الجزاء زي دي وما تحتسبش. ومن مباراة منية سمنود هنروح لمباراة المقصة، وضربتين جزاء ننقل بقى لمباراة المقصة، ضربتين جزاء غير محتسبين للمقص، مباراة المقصة لم يحتسب. نشوفهم نشوفهم بالفيديو. ضربتين جزاء لم يحتسب في منية سمنود. طب تعالوا بقى نروح للنادي الأهلي اللي خرج قصاد بيراميدز، ضرب الجزاء واضحة وصريحة للنادي الأهلي بإجماع كل الناس، نشوفها. ومن بطولة 2018-2019 لبطولة 2017-2018 والنهائي الشهير جدا اللي أثار حالة جدل كرويه هتستمر لسنوات، ونهائي الزمالك وسموحه. وطبعا اخطاء تحكيميه كتير جدا، عدم طرد طارق حامد، انذار لمحمود علاء ما خدوش، طرد اللاعب سموحه، كمان هدف من لكاسونجو في الدقائق الاخيره من فاول واضح. تعالوا نشوف الاخطاء التحكيميه عشان نفكر الناس ازاي بطوله الكاس بتروح مكان والنادي الاهلي بيفقدها. اعتقد اخطاء فادحه جدا وعدناها كتير وتكرار مرارا. تعالوا بقى نشوف النادي الاهلي في نفس المسابقه دي طلع ازاي قدام نادي الاسيوطي ايضا. هنروح لبطوله كاس مصر 2016 وإصابة سعد سمير بعد اعتداء واضح جدا من باسم مرسي أثر على القرار الفني، اللاعب ما اتطردش وتأثر اللاعب فنيا والنادي الأهلي خسر البطولة، نشوف الفيديو. أخد له يظهر كوع أو حاجة باسم مرسي فيما يبدو، هنشوفها مرة تانية. فعلا باسم ده كوع إيه؟ التعادل السلبي وهجمات أهلوية تتسم بالخطورة، والفاول لحسام كارت احمر، طرد باينة ضربه فعلا. على النقيض عرضنا لقطة احمد السيد وبطاقة حمراء بعد ضرب كابتن حسام حسن عشان نشوف الفارق في القرار وكان قد ايه تأثيره على نتيجة المباراة اللي فاز بها الزمالك. طبعا يا فارس يعني اخطاء تحكيميه كتير جدا وبطولات كتيره جدا، يعني على سبيل السرد كمان عشان وقت الحلقه، لو جينا كاس مصر 2014-2015 كابتن خالد غندور بنفسه كان اعترف ان جنش بيتقدم في ضربات الجزاء، والمفروض كانت ضربات الجزاء تتعاد، وده طبيعه جنش. 2013-2014 يا فارس برضو النهائي برضو الزمالك وسموحه، وكان سموحه امام الزمالك وقت ما كان طارق حامد مع الحصانه ولم يحصل على طرد مستحق، ما كانش مع الحصانه، ده طرد طارق حامد حصل على طرد مستحق في المباراه. اما بطوله مصر كاس مصر 2013 الاهلي لم يشارك، وبطوله حتى كاس مصر 2012 طبعا اخطاء تحكيميه، عدم احتساب ركله جزاء لطلائع الجيش امام نادي الزمالك، وبعد كده في النهائي عدم احتساب ركله جزاء لوادي دجلة برضو للنادي الاهلي في البطوله اتلعبت في الجونه دي. فلو اتكلمنا في قصه اخطاء تحكيميه هنسرد كتير. احنا قلنا لحد 2011 البطوله اللي خرجنا فيها في قصاد انبي برضو بخطا لكابتن محمد فاروق الحكم اللي ما حسبش ضربه الجزاء لصالح النادي. دور كبير جدا كابتن محمد فاروق في بطوله الكاس الفتره الاخيره، اعتقد هيتعين مستقبلا رئيس لجنه الحكام. دي كانت اخر فقرتنا النهارده واخر حلقتنا النهارده في رومونتادا. اعتقد كل الامور واضحه بالصوره وبالدليل، نتمنى نكون اسعدناكم النهارده ونشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، والاهلي خط احمر. سلام.